يذكر السودان فيذكر معه نيل الخير. مياه تفجرت من أعماق إفريقيا واندفعت لتروي الأرض ببركتها في رحلة خالدة نحو الشمال. وفي السودان التقى النيلان الأبيض والأزرق فمنحا أرضه السمراء خصوبة وعطاء وسحرا، فكانت تلك الطبيعة الرائعة. إنها قصة بدأت منذ آلاف السنين، منذ تفاعل الإنسان مع الأرض فعمل على استحداث التقنيات لاستثمار ثرواتها وخلق مجتمع زراعي يجذب العالم حوله. وها هي القصة من جديد ترويها اليوم مجموعة دال، نموذج السودان الواعل. صرح صناعي عشق الأرض فسخر مواردها لخدمة أهلها، ومنذ تأسيسها منتصف القرن العشرين حرصت دال على تنويع وتكامل استثماراتها لتكون جزءاً من عملية التنمية في سبيل دعم الإنسان وتطوير حياته. من هنا تمحورت نشاطات المجموعة في الأرض ومنتجاتها، فشكلت الخدمات الزراعية الجانب الأساسي من عملها، وتركز الاهتمام على استخدام أحدث التقنيات الزراعية العالمية للاستفادة القصوى من التربة والموارد المائية والمناخ في عمليات الري والحصاد. كما ابتكرت دال للخدمات الزراعية طرقاً جديدة للتغلب على حرارة الطقس باستخدام نظم تبريد متطورة في الزراعة المحمية، إضافة لتطوير محاصيل ممتازة لا يمكن إنتاجها بالطرق التقليدية في ظل مناخ السودان. وعلى آلاف الأفدنة التي تنتج أجود أنواع المحاصيل الزراعية كان للثروة الحيوانية نصيب من النجاح تمثل في إنتاج أفضل الأعلاف. واليوم تمتلك دال عدة مزارع للأبقار، كما تهدف لإقامة أكبر مزرعة لتربية الأبقار في السودان يذهب إنتاجها إلى مصنع كابو للألبان. في مصنع كابو يتم إنتاج الألبان بأعلى معايير النظافة وتحت ظروف صحية صارمة، ما جعل كابو أول مصنع للألبان في السودان ينال شهادة الآيزو. يبلغ إنتاج المصنع أكثر من 15 مليون لتر من الزبادي، تغطي 70% من الاستهلاك المحلي، و8 مليون لتر من الحليب طويل الأمد تغطي 40% من الاحتياج السنوي في السودان. هذا ويتم التوزيع عبر شاحنات تبريد يصل أسطولها إلى أكثر من 15 ألف مركز توزيع في الخرطوم ومناطق عديدة من السودان. سيجا، قصة نجاح بدأت بمطاح تنتج أجود أنواع الغلال وتوزعها على 5000 مخبز في جميع أنحاء السودان. وخلال سنوات قليلة باتت أكبر شركة للمنتجات الغذائية، تقدم أجود البضائع المحلية والعالمية من الدقيق عالي الجودة، المعكرونة، السكر، الحليب الجاف، الشاي، البسكويت والعصائر الجافة.
تتمتع سيجا بالريادة في السوق السودانية عبر شبكة توزيع تغطي أكبر عدد من منافذ البيع في الخرطوم وغيرها. ولثقة السوق السودانية في سيجا، تم اختيارها كشريك محلي من قبل كبرى الشركات العالمية مثل يونيليفر وكرافت. وفي العام 2000 افتتحت سيجا أول مدرسة في السودان لتدريب عاملي المخابز على أحدث تقنيات وأساليب صناعة الخبز وتعريفهم بمختلف أنواع الدقيق، وذلك للارتقاء بهذه الصناعة. ونتيجة لنجاحاتها، حظيت دال بثقة أكبر شركات المشروبات الغازية في العالم كوكاكولا، التي أقامت معها شراكة طويلة الأمد، وواحداً من أكبر المصانع وأكثرها تطوراً في أفريقيا والشرق الأوسط. وإضافة إلى المشروبات الغازية، ينتج المصنع أنواعاً عديدة من العصائر ومياه الشرب المعبأة وفق أرقى معايير النقاء والجودة. لم يقتصر دور المجموعة على الصناعة والزراعة، بل تعداه إلى خدمة المجتمع. ففي العام 2001 قدمت دورات تدريبية مسائية مجانية لربات البيوت لتطوير خبراتهن في مجال الخبز والطبخ وأعداد الحلوى. إذا كان تجسيد الهوية السودانية وتفعيل طاقات الأرض ومن عليها وفتح الآفاق لشبابنا وبلادنا هدفاً سامياً، فإنه بالتأكيد هدف مجموعة دال.